البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زلنا نقرأ في المسائل المتعلقة بالمصرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن المسألة 13 صفة التمر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإذ قد ثبت هذا فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدا غير معيب، لأنه واجب بإطلاق الشارع فينصرف إلى ما ذكرناه كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد، فالمعيب ما يصلح، وكذلك الأجود لا يلزم. قال المسألة 14: لو اشترى أكثر من مصراه فهل عليه بكل واحدة صاع؟ ذهب جماعة من أهل العلم لأنه يجب عليه لكل واحدة صاع، وهو قول أحمد والشافعي وأكثر المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الصاع للواحدة، فقال: من اشترى شاة مصراه فذكره. وكما أنه يجب عليه أكثر من صاع لو كانت متفرقة، فكذلك لو باعها مجموعة. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه يجب عليه صاع واحد لجميعها، وهو قول بعض الحنابلة والمالكية، واستدلوا برواية الباب وبرواية من اشترى غنما مصراه، وأجيب بأنه أراد بيان الجنس، والقول الأول أقرب والله أعلم، كما لو اشتراها متفرقة فكذلك لو اشتراها مجموعة، فلا صح أنه عليه لكل بهيمة صاع. المسألة 15: الخيار المصرى على الفور أم على التراخي؟ جمهور علماء على أن الخيار فيها على التراخي، فيبقى في الخيار 3 أيام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره قال: فهو بالخيار 3 أيام. وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن الخيار على الفور، وقال المراد بالتحديد في 3 أيام، في 3 أيام، أن هذه المدة وقت لمعرفة كونها مصرا، فإذا علم وجب الرد من حين علم. والصواب هو قول الجمهور، لأن ظاهر الحديث المتقدم أنه مخير 3 أيام بعد معرفته بأنها مصرا. المسألة 16: من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ ذهب كثير من أهل العلم لأنه يبدأ من حين يعلم التصريح، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول الظاهرية، واختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية الصحيحين: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. فتبين من الروايتين أن هذه 3 أيام تبدأ من حين يعلم بأنها مصرا. وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن التوقيت يبدأ من حين العقد، وقال بعض الشافعية من حين التفرق، والقول الأول هو الراجح والله أعلم. أي من حين يعلم أنه إذا حلبها وانتظر أن تنتج لبنا مثل الأول ولم يأتي عرف أنه مصرا.
عند ذلك وبالخيار 3 أيام. المسألة 17، إذا اشترى مصرى من غير بهيمة الأنعام كالأثان والفرس. للحنابلة والشافعية وجهان في ثبوت الخيار وعدمه. والظاهر أن اللبن إذا كان مقصودا فله الخيار وإلا فلا. وأما العوض بصاع من تمر فأكثر أهل العلم على عدم ذلك، لأن الحديث في بهيمة الأنعام. فائدة: ابن حزم يرى في المصرى أنه يجب رد لبنها مع الصاع من التمر، وقد تفرد بذلك وخالفه عامة أهل العلم. فائدة أخرى: قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: فإن قيل كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان؟ ما معنى الخراج بالضمان؟ أي فائدة البهيمة مقابل أنها تحت ضمانه، لو تلفت لكانت محسوبة عليه، فإذا لبنها يكون تبعا لمن يضمنها. فلماذا أمر برد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان؟ الخراج بالضمان معناه ما تستفيده من هذه البهيمة من لبنها وركوبها مقابل أنها في ضمانك، فلماذا أمر برد اللبن مع أن هذا شيء معروف عند العلماء أن الخراج بالضمان؟ من سيجيب؟ عندك إبراهيم؟ نعم، لأن العوض عن اللبن الذي كان موجودا عند البائع، وليس عوضا عما ينتج من لبنها وهي عند المشتري. قال: فإن قيل كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان، وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة. مثلا اشتريت سيارة واستفدت منها، ركبت منها إلى بلد، أو أخذت بها أناسا بالأجرة، ثم وجدت العيب الذي يوجب الرد، هل يلزمك أن ترد ما استفدت منها؟ يلزم، لأن الخراج بالضمان، الفوائد تلك مقابل ضمانه، لو تلفت السيارة في ذلك الوقت لكانت من ضمانه. الخراج بالضمان أي ما استفدته مقابل ضمانك. ومثلها الإبل يركبه والبهيمة يشرب من لبنها إلى آخره. ولكن نعم، قال: وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة في يده. فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجودا عند البائع وفي حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا، فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري، فوجب رد عوضه، والله أعلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: قوله غش، الغش ضد النصح، من الغشش وهو المشرب الكدر، كذا في النهاية.
والمقصود من الحديث أنه يحرم على البائع أو المشتري إخفاء عيب في السلعة أو المال، وهذا مجمع عليه، وفي حديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.